كنعتبر باللي الطبخ المغربي من احسن ما كاين في العالم كامل. انا ما عارفاش الطبخ الفرنسي ولا غيره، ولكن كنعتبر الطبخ المغربي مورود ثقافي كيعجبنا كاملين. السياح وغيرهم اللي كيجيو للمغرب كيحماقوا عليه، كيحماقوا على الكسكسو والحريره، جميع الاطباق المغربيه التقليديه. وفي نفس الوقت كيبان لي من خلال المباريات اللي كيدوزوا في التلفازه باللي الطبخ المغربي دوما تيحتل المراتب الاولى. انا شفت بزاف ديال الفيديوهات في اي دول خليجيه ودول عربيه في كل محل ودول اوروبيه، وكل شيء تيقول الطبخ المغربي هو احسن طبخ. ودابا مع دوز سنه رمضان، والله العظيم داك الشهيوات اللي تيديروا خويا، راه جاوني واحد الناس راه تشهاو وقالوا لي هذا الشيء عندكم مخير، وزيدون الماكله مخيره. الكسكس المغربي بلا ما نهضر عليه، بلا ما نهضر على الكسكس المغربي. وزيدون الا كانت عندك السيده في الدار تطبخ مزيان، راه تبارك الله والصلاه على النبي. حنا عندنا جميع العطريه اللي كنستعملوا، من سكين جبير، من خرقوم بلدي، من تحميره، من ابزار، كل شيء هادو عندنا حنايا محافظين على واحد النكهه كتلقى فيهم النكهه طبيعيه، والنكهه ما معرضاش مثلا البروده ولا كتبقى هي تساهم في الطبخ، هي كتجيبو بالدرجه الاولى في البنه. اكيد ان الطبخ المغربي هو واحد التراث اللي عندنا في المغرب. بحال مثلا الناس الاجانب فاش كيجيو عندنا اول حاجه كيسولوا عليها، والناس كيكونوا متوحشين انهم يذوقوا داك، يشوفوا الثقافه ديال المغرب كي دايره. بيان سور كو الطبخ المغربي حاضر على المستوى العالمي، نقدروا نشوفوا مشينا لاوروبا كنلقاوه، مشينا لاسيا كنلقاوه، كذلك ولينا كنشوفوا حتى في الدول ديال امريكا.